لم تمنع الحرب والحرائق التي أشعلتها القوى الإنقلابية اليمنيين من الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الفاتح من مارس، أسوة ببقية الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للحماية المدنية. ففي محافظة حضرموت وتحت شعار يد بيد للوقاية من المخاطر، نفذت إدارة الأمن والشرطة ومصلحة الدفاع المدني فعاليات احتفائية وتوعوية شملت المدارس والجامعات ومعسكرات الأمن والجيش. نقوم بنشر الوعي الوقائي بين المواطنين بشكل عام، وبالذات في المدارس الثانوية والموحدة الإدارة الموحدة وربات البيوت بشكل خاص، لأن الموضوع هذا يخصهم بشكل أساسي حول مشاكل صناعات الغاز ومشاكله. شركة النفط بالمحافظة احتفت هي الأخرى بالعيد العالمي للخوذات البيضاء عبر تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لمنتسبيها العاملين في المنشآت النفطية ومحطات تعبئة الوقود تتعلق بأساسيات ومبادئ الأمن والسلامة. هذه الدورة اللي كانت تثقيف عمال الشركة، منشآت، إدارة الفرع من مخاطر الحرائق أو الحفاظ على منشآتهم النفطية من الحريق بسبب أن الحرائق مدمرة وانفجارات تروح بأموال الشركة من ممتلكات من بشر. برامج تهدف إلى إكساب المتدربين مهارات التعامل مع الحرائق وأنواعها والسيطرة عليها للتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها، وقبل كل هذا كيفية تجنب الكوارث قبل وقوعها. واقع الدفاع المدني بحضرموت والذي تأسس منذ ما قبل الاستقلال يبدو اليوم مريرا، فمدن الساحل على سبيل المثال لا يوجد بها سوى مركز إطفاء واحد وثلاث مركبات، فيما الاحتياج الفعلي لمدينة كالمكلا لا يقل عن 4 مراكز، ناهيك عن غياب التأهيل للكادر. يأمل المواطنون في حضرموت أن تسهم مثل هذه الفعاليات في زيادة الإمكانات والقدرات لمواجهة الحوادث، خصوصا الحرائق الكبيرة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.